إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا ترى من غير حب كان شكل الدنيا يبقى ايه؟ تخيل الناس كلها عايشة زي المكن، لا بتحب ولا بتحس ولا بتشعر ولا بتحلم. ما كانش الدنيا تبقى مكان محتمل. الحب هو روح الحياة، الحب هو أصل الخلق. ربنا بيقول إنه خلق الجن والإنس عشان يعبدوه. العبادة هي قمة الحب. حب ربنا للناس أولا. لو ما كانش ربنا بيحبنا ما كانش رضي إننا نعبده ولا كان خلقنا خالص. ربنا سبحانه وتعالى ما بيزيدش ملكه لما نعبده، احنا اللي ملكنا بيزيد، احنا اللي بنستفيد. اللي بيعصي ربنا هو اللي بيخسر، هو اللي بيضيع. لو ما كانش ربنا بيحبنا ما كانش ادانا مجد اننا نعبده. تصور ان واحد يبقى عبد الله، هي دي قمة المجد. يعني ايه عبد الله؟ الكلمة دي كبيرة ومعناها مركب، مش كلمة بسيطة. مش مجرد ان الواحد يصلي ويصوم وبس، مش مجرد ان الواحد يقول احنا يعني بنرتكب ذنوب ايه، ده احنا غلابة. العبودية لله معناها انك تتحرك بالحب. الحب طاعة اولا، طاعة للي خلق الكون، طاعة للي بيرزق ويكرم ويحاسب ويرحم. مفروض ان الواحد يطيع ربنا في الصلاة والصوم والزكاة والحج. الحب مش طاعة وبس، الحب عمل. عمر الحب ما كان كلام. قد ايه يرخص الحب لو كان كلام؟ مفروض ان الحب يبقى عمل. عمل يغير شكل الحياة، عمل يخلي كمية الألم تقل في العالم، عمل يخلي الأحزان تنكمش، عمل يخلي الحياة أريح وأهدأ، عمل يخلي الدنيا أنظف وأجمل. النهاردة الحياة اتعقدت والدنيا بقت صعب. تفتكر ليه؟ علشان كمية الحب بتقل. في خيط رفيع بين الأنانية والحب. في الحب انت بتضحي علشان اللي بتحبه، بتضحي بسعادتك وروحك علشان هو يبقى مرتاح. الأنانية انك تضحي بأي حد علشان خاطر سعادتك انت. الأناني ما يقدرش يحب غير نفسه بس. يوم الأنانية ما تزيد في الأرض كمية التعاسة بتزيد، يوم الحب الحقيقي ما يزيد كمية الشقاء بتقل. نفسنا كمية الشقاء تقل في الأرض، نفسنا الحب يزيد. مفيش عمل عظيم بيتعمل إلا وراه حب. الحب إن اتنين يبصوا في اتجاه واحد، الحب إن اتنين يبصوا لهدف واحد، الحب إن اتنين يبقوا واحد ويبقوا مية كأنهم واحد. لو ما كانش الجيش المصري بيحب الوطن والشرف ما كانش عبر المستحيل. لو ما كانوش قدماء المصريين بيحبوا الخلود ما كانوش بنوا الأهرام. الحب بيقف ورا كل الأعمال العظيمة اللي بنشوفها على الأرض. لولا الحب ما كانش الأدب ولا الموسيقى ولا الفن. الحضارة نفسها بتتبني على الحب والحرية والثقافة والفنون والآداب والعلم. العلم من غير حب يبقى استغلال وتجارة ودمار. الدين من غير حب يبقى شكل وقشرة ومظهر. القوة من غير حب تبقى قسوة وظلم. الجواز من غير حب يبقى روتين وملل. العمل من غير حب يبقى كروتة ولكلكة. في الحب كل شيء بيتلون، بيبقى له معنى، بيبقى مفيش يأس، مفيش مستحيل، مفيش عوائق. مهما كان في عوائق بيبقى الأمل موجود. وجود الأمل أهم من وجود الحياة، مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت،
ويوسف حجازي.